ومن مسائل المسح على الخفين أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال في المسند وفي غيره قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. تصور لو أن الإنسان توضأ ولبس جوربيه أو خفيه ثم أجنب نام فاحتلم، أو أنه جامع زوجته فقال: سأغتسل وإذا وصلت إلى القدمين فيهما الجوربان أمسح على الجوربين. نقول هذا خطأ. لما؟ لأنه لا يمسح على الخفين والجوربين إلا في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا.